بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا مع تلميذي تاع السنة الرابعة متوسط في مادة اللغة الإنجليزية. اليوم راح نشرح لكم شنو هما أهم الدروس اللي راح نقراهم في المقطع رقم واحد. إذا المقطع رقم واحد لو تيتخ تاعو the title me أنا universal landmarks، معناتها معالم حول العالم. universal معناتها معروفة على النطاق العالمي، and outstanding figures معناتها شخصيات عالمية خالدة في التاريخ. in history literature، متقولش literature، هذه literature الآداب يعني الكتابة الروايات وكامل، والarts يعني الفنون، هذه موسيقى، هذا الرسم etc. نروح نشوفوا الآن الدروس. الدرس الأول هو describe ولا describing famous landmarks، معناتها معالم مشهورة باستعمال using specific information، نقولش information، معناتها معلومات يكونوا عندك في راسك، حذار يطيحوا في الفخ تقولوا في الفروض يمدونا المعلومات، ما يمدولكم شو يقولك describe ولا يسهل عليك. إذا أنتم تحفظوا شوية معلومات على شوية معالم. narrate using historical information about landmarks، وش معناتها narrate؟ narrate رحين نشوفوا رحلة حول العالم ولا رحلة داخل الجزائر، المهم انت راح تحكي لي وين رحت وعلاه رحت لهذيك البلاصة مش بلاصة واحدة أخرى. إذا تحكي لي narrate using historical information، معناتها هذيك البلاصة علاش رحت لها، عطيني حاجة مهمة في التاريخ، ما تقولوليش منظر شباب وكاع، حنا ما راناش نديرو السياحة، رانا نديرو landmarks معالم يعني بناها الإنسان. زيد وش عندنا ثاني؟ قلنا تحكي لي على ذيك البلاصه ولا كاش واحد مهم مشهور كان يسكن فيها، مثلا تروح مثلا تروح المعسكر ما تقولوش باسكو فيها مناظر شابه، تقولي باسكو هي مدينه الامير عبد القادر، فهمتوني؟ تروح العاصمه تقولي باسكو فيها القصبه وهي حي عريق. اذا ما نهضروش على المناظر الطبيعيه، ممنوع، بالك وطيحوا في الفخ. الدرس اللي موراه كومبير ولا كومبيرين لاندماركس، راح نقارنوا ما بين المعالم، وراه المعلم اللي قديم على الاخر وراه اللي اعلى من الاخر، زعما لاتو غيفال، ستاتو دي ليبرتي، هذو كامل نشوفوهم باللغه الانجليزيه. ما عليكم غير تابعوا القناه وكل حاجه راح تكون بين يديكم، ما تخافوا ما والو. describing an itinerary، itinerary واش معناتها؟ معناتها مسار رحله، رايحين نوصفوا مسار رحله، وين رحت، باه بديت، وشنو هي البلاصه اللي رحت لها الاولى، وشنو هي الزوجه الى اخره. in chronological order معناتها بين بالنظام، بالنظام يعني وراه اللي رحت لها الاولى، الزوجه الى اخره. مادام راك تحكي لي، شوفوا هنا راح تحكي لي وهنا راح تحكي لي، عرفوا باللي لازم تحتاجوا the past simple، بداو من دوكا تحفظوا لي شويه الافعال غير النظاميه، الافعال الشاذه هذوك irregular verbs، بداو تحفظوا شويه كيف تقولوا رحت شفت. راني ندير لكم فيديو تاع اهم الافعال اللي تحتاجوهم. اذا باش تتعلموا ديروا هذو، ما راحين نحتاجوا صوالح نقراوهم في الدروس بيان سيغ ليكسيس، ما نوصيكمش، انا درت لكم فيديوهات تاع كيفاش تفهم الدرس وتكتب وضعيه على المعالم، كيفاش تفهم النص وتكتب وضعيه على شخصيه، وكذلك الرحله. اذا اهم الدروس راح نشوفوا كواليفايرز، معناتها ادجكتيفز. واش من ادجكتيفز يا استاذه راضيه؟ ما حيش نقولوا زرق وحمر ادجكتيفز تاع لي كولور، لا لا، راح نشوفوا كومباراتيفز. كومباراتيفز هذه درتوها في سنه ثالثه، السنه راح نشوفوا صيغه جديده اللي هي المساواه، كومباراتيفز اوف ايكواليتي، ايكوال ماشي ايكا، ماشي ايكا، هذه ايكوا، ايكواليتي، اوكي، اللي هي المساواه. كيفاش نخدموهم راح نشوفوا الدرس، درس موجود في القناه. ذا باسيف فويس تحتاجوها، مبني المجهول، خاطرش كي نشوف معلم نقول لك بنيه، بنيه راهي فعل ماضي مبني المجهول، راح نشوفوه في اللغه الانجليزيه. زيد واش عندنا ثاني؟ عندنا كرونولوجيكال، هذه هي سيكونس، واش معناتها؟ معناتها اولا ثم من بعد، افتر ذات مع الاخر، مورا هكذا، درنا كذا، ورحنا منا، وشنو هذوما؟ هذو نحتاجوهم كي نكونوا نحكيو على مسار الرحله، هذو اسمهم سيكونسرز، اولا ثانيا ثم الى واخيرا. نحتاجو لا كوز، كوز اند ايفيكت اللي هما بي كوز وكامل، واش نديرو بيهم؟ باش تشرح لي علاه رحت لهذيك البلاصه، ولا علاش هذاك الانسان مشهور. اوكي، قال هي از فيري فيموس ولا هي واز فيري فيموس بيكوز، باسكو دار كذا وكذا وكذا وكذا. هذو هما اهم دروس. اما لا برونونسياسيون راح نعاودو نشوفو الاي والاي، وراح نشوفو القواعد اللي تخليني نعقل السايلنت ليترز اللي هما كي كيما اي نو يو، ما نقولش اي كان نو يو، اوكي، نقولو اي رايت ماشي اي ورايت،
راح نشوفوا silent k, silent w, silent l, etc. هذوما أهم دروس. أستاذة راضية، السؤال اللي دائما ننتظره، وشنو هما الوضعية الإدماجية؟ نورمالمون راكو وفقتو الوضعية الإدماجية الأولى معلم وصفه لي، الوضعية الثانية شخصية خالدة أهدر لي عليها، شخصية ولا الوضعية الثالثة اللي هي مسار الرحلة، هذه فيها الأ والبي، مسار رحلة داخل الجزائر ولا مسار رحلة حول العالم. هذو هما ربعة وضعيات إدماجية راح نخدمو مليح مليح باش نكونوا قادرين نكتبوهم مع بعض. واش نقول لكم؟ ما ديروش جام على بالي بلي صبعكم يوجعكم، ما تقدروش تنضروا يا أخي، تهلاو في روحكم وفي والديكم. سلام.